السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قراءة وظيفية: الإسلام دين العمل. 34 35 36 37. المفيد باللغة العربية. على بركة الله. هلوم الصفحات. قبل ما نبدأ ضروري من اشتراك، يعني 80% من المشاهدين ليسوا مشتركين بالقناة. ضغطة سريعة ونكمل إن شاء الله. إذا هذه الصفحات، إذا نبداو بهذو اللي غتحتاجوهم: دلالة العنوان من حيث المبنى، جملة اسمية. شنو؟ الإسلام دين العمل. من حيث المبنى جملة اسمية. من حيث المعنى: الإسلام يدعو إلى العمل ويحث على العمل أو يحث عليه. دلالة الصورة: حرفي يعمل بيده والآخر بالآلة. مهم، ممكن تعبر كيف بغيتي، المهم حنا كنساعدوك نوجهوك وانت تكمل، باش ماشي كلشي تكتبو من القناة او من اليوتيوب. مقالة اجتماعية، نوعية النص: مقالة اجتماعية ودينية. والمقالة فن. هذا تعريف المقالة: فن أدبي ازدهر بظهور الصحافة، تكون مواضيع متنوعة وأسلوبه سهل وواضح، ويحتوي على المقدمة والعرض والخاتمة. إذا كتبوا باش نكملوا. نعم، إذا مصدر النص: في سبيل مجتمع إسلامي لمؤلفه أبو بكر القاضري. وعندكم التعريف ديالو في 34. الفكرة العامة: العمل مهما كان نوعه ينفع صاحبه، لذا أوجبه الإسلام وحث عليه. يعني ما كنقولو كيف ما كان نوعه، يعني ما كنهضروش على العمل الحرام، يعني العمل يعني سواء يعني عمل بسيط أو عمل مهم جدا، فكل الكل يساهم في بناء المجتمع. يكون تلخيص أفكار أساسية: يكون تعمير الأرض بالصالحات حقيقيا إذا اعتمد على العمل المتواصل والسعي الجاد. لذا أوجب الله تعالى على عباده العمل الجاد وجني المال الحلال، لأن المجتمعات لا تقوم إلا به، ويجب على العاملين عدم التقصير في أداء واجباتهم مهما كان نوعها. وهذا التلخيص ممكن تحتاجه في الأخر، كاين واحد السؤال كاين في وسط الأسئلة، كاين هذا التلخيص، رجع لهذا وكتبه، ولا كتبه دابا راه تحتاجه من بعد. نعم، إذا نمر إلى شيء آخر اللي هو الاستفادة. استفتي: ما هي العبرة من النص؟ إن الإسلام حث على العمل الصالح ونبذ الغش والكسل. مميزة النص: النص عبارة عن مقالة ذات أسلوب سهل وواضح، اعتمد على مفردات دينية وأدلة مكتوبة وواقعية. أدلة مكتوبة يعني كذلك استشهادات بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية. قيمة النص: قيمة تاريخية ودينية واجتماعية. تلخيص الفقرة الأخيرة من النص اللي في الصفحة 36: إذا كان العمل صالحا فإنه ينفع صاحبه مهما كان نوعه، ويعتبر في سبيل الله. إذا كان يعني العمل خالص لله، ليس لا نرجو منه يعني تكبرا أو مفاخرة أو رياء. نعم، إذا بقي لحد الآن، بقي ما وصلناش نجاوبو على النص. مهم، مهم في أي نص كنديرو التأطير ديالو، نعرفو بيه، نشوفو المميزات ونشوفو يعني الأفكار ديالو. إذا ننتقل إلى، إذا عندنا هذه، وعندنا دابا هنايا غتشوفوا هذا تعريف الكاتب أو تعرف على الكاتب. باش نبداو هذه الأسئلة: لاحظ مشهدين وعبر عما يوحياني به إليك. المشهد يوحياني إلى العمل الجاد، صافي، يوحياني إلى العمل الجاد. كما قلنا، راه قلنا قبيلة الصورة أرجعوا ليها وشوفوها وأزيدوا هذه: ويوحياني بالعمل الجاد والصالح. استشهادات النص: مستقات من مصدرين، حددهما. مصدرين: مصدر نبوي ومصدر قرآني. مصدر نبوي يعني الأحاديث، كاين واحد الحديث تما إلا شفتو في الصفحة 36، كاينين جوج الأحاديث وكاع ثلاثة، ربما ثلاثة، وكاين قرآن. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى،
وأن سعيه فسوف يرى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذا ما عنوان الكتاب الذي اقتبس من هذا النص؟ قلنا في البداية في سبيل مجتمع إسلامي. ما نوع هذا النص؟ اختر جواب مناسب. اختارينا مقالة دينية، ماشي أدبي، ماشي فني، ماشي علمي، ماشي تاريخي، ماشي فلسفي، بل هي مقالة دينية. اختاري عنوان. عنوان قلنا العمل الصالح أو السعي الحسن، كما جاء في النص عندنا هذا المصطلح ديال السعي، أو العبارة ديال السعي الحسن. صافي، إذا نمشيو بسرعة. عندنا الشرح المثلى، مذكر الأمثال أفضل، يصده يمنعهم، يصدكم يمنعكم، فتور سكن بعد حدة، ولان بعد شدة، مهم، موسومون اسم مفعول، وهكذا. نمشيو للأسئلة. إذا متى يكون تعمير الأرض بالصالحات حقيقيا؟ إذا اقترنا بالعمل. بالعمل يكون تعمير الأرض بالصالحات حقيقيا إذا اقترن بالعمل. بماذا ألزم الله عباده المؤمنين؟ ألزم الله عباد المؤمن بالسعي الصالح. متى تكون قومة المجتمع الإسلامي سليمة؟ إذا كان سبب قومتها العمل الصالح المتواصل. إذا لاحظتوا قال الأجوبة مقترنة بالعمل، والعمل متواصل، العمل الصالح، العمل الجاد، وهكذا. أربعة، بماذا يطالب الإسلام العاملين؟ يطالب الإسلام العاملين بالجد والاجتهاد، بالجد والاجتهاد ممكن جد والإخلاص في العمل. ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الكسل والكسالى؟ موقفه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخشى من ذلك، حيث قال في الحديث: أخشى ما خشيت على أمتي كبار البطن ومداومة النوم والكسل. إذن أنه يخشى على أمته من هذه الصفات الذميمة. إذن باش ندوزو لستة. إذا نعود ستة، بماذا وعد الله الأمم التواقة المسجد؟ بعد ما سمعنا أذان صلاة الظهر، مش مشي نصليو. بماذا وعد الله الأمم التواقة للمجد، وما الشروط التي وضعها لتحقيق ذلك؟ وعد الله الأمم التواقة للمجد بالوصول إليه، يعني بالوصول إلى المجد، ولكن الشروط التي وضعها هي العمل المتواصل الجاد. إذا عملت وأخلصت العمل واجتهدت ستصل إلى هدفك لا محالة. ما نوع العمل الذي يتطلب تقدم الأمة؟ إذن نوع العمل الذي يتطلبه تقدم الأمة العمل الصالح الجاد المتواصل والخالص لوجه الله تعالى. لاحظوا راه النفس يعني كنركزوا على العمل. نعم، إذا ما المثل الذي يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار؟ المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار: من خرج يسعى على والده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. لهذا نحضر راسنا، خاصنا أي عمل نقوم به لله، طاعة لله، ماشي باش يقول الناس تبارك الله كيخدم، أو رياء أو مفاخرة. عندها انت انا عملتي لله والناس شكروك، لا بأس، ماشي مشكل، ولكن باش تعمل باش يقولوا الناس لا ان فلان كذا وكذا، تاخذ الجزاء ديالك في الدنيا، راه قالوها الناس، اذا ما بقاش عندك جزاء في الآخرة، ولن تبني أمة لأنك فقط تريد المفاخرة. إذا على بركة الله نكمل. بين انطلاقا من النص المظاهر الإيجابية للعمل. إذا انطلاقا من، إذا المظاهر هي المجد في الأخير، التقدم، وأجر العاملين صالحا، وأجر العاملين صالحا. وضح ما ينتج عن التقصير في العمل من نتائج سلبية ينتج عنه أن الأمم لن تصل إلى مبتغاها ولن تحقق طموحاتها، ويسرع إليها الهرم والضعف. الهرم
انهارا يعني أصبحوا هارمة، يعني تشيخ وتضعف. نعم، استخرج من النص استشهادات قرآنية وحديثية، هي هذه اللي عندكم. فليس الإنسان كما يقول إلا السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. صافي، مزيان، نمشيو. إذن ثلاثة، قالك وبين معانيها، المعنى ديال هذيك نيت ثلاثة اللي مع هذا الاستشهاد. الإسلام يدعو إلى العمل، حيث أبرز أن الحكمة من خلق الإنسان هي تعمير الأرض بالصالحات، وهذا التعمير يتحقق بالعمل المتواصل. لذلك يعتبر العمل في الإسلام واجبا مقدسا، يساهم في تقدم الأمة وقومتها. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكسل وتبرأ من كل غشاش. إذن لنمر إلى سؤال موالي. إذا الاستنتاج الذي استخلصته من دراستي لدينا أن العمل هو أساس تكون الأمة الصالحة والمجدة. خمسة، العمل مبدأ يساعد على تحقيق مجتمع متقدم ومتطور، وهناك مبادئ أخرى تحقق نفس الهدف مثل التعاون، التحابب، النزاهة، التعليم، الأمانة، فالتواضع. إذا صوغ جملا على منوال أسلوبين، كل أمة أنفت من العمل واستكانت إلى الكسل إلا وأسرع إليه الهرم. إذا كل شاب صاحب رفاق السوء إلا وواجه المشاكل والصعاب. مثال آخر، التقصير إما أن ينتج عن كسل وإما أن ينتج عن غش. الفشل إما أن ينتج عن قلة تجربة وإما أن ينتج عن التخاذل والكسل. اكتب تلخيصا للنص بأسلوبك الخاص، ولماذا اكتبوا هذا الملخص، وممكن تنقص منه ولا تزيد شي أفكار ونقص شي أفكار. إذا العمل في الإسلام واجب مقدس، لأنه يجعل من العامل عنصرا مفيدا لنفسه ولمجتمعه ويحفظ كرامته. والإسلام يعتبر العمل عبادة وطاعة لله، والعامل محبوب عند الله وعند الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الكسل والتقصير والغش، لأنها أشياء تؤدي بالمجتمع إلى الضعف والتخلف، ورغب في العمل من خلال الرجل الذي يخرج باكرا باحثا عن رزقه، رزقه جادا في عمله، فيساهم بذلك في تطور مجتمعه وأمته. اللي باقي ما كملش يوقف الفيديو يكتب. ثالثا، أنصح صديقك، تقول له النصيحة، تقول له يعتبر الجد والاجتهاد أمران مهمان في تحقيق الطموح، فحياتنا مبنية على تحقيق الأهداف، ولا يكون هذا إلا بالاجتهاد. إن الاجتهاد كلمة صغيرة، ولكن هذيك لكن صحوها، هذه راه خطأ، هذه صحو، ولكن لا بد منها لتحقيق جميع الآمال. خلاص كندير كوبي، ما كنتابعش، تنبدا نقرا. إذا ماشي مشكل، ما نوع العمل الذي ترغب في مجاورته وما هي هنا اختار أي عمل بغيتي، فهمتي؟ تختار مثلا شرطي، أستاذ، طبيب، وتقول لماذا اخترت هذا العمل، ما هي الفوائد؟ تقول بأن لأن المواطنة الصالحة ينشط في مجتمعه، يشاركون في الحياة الاجتماعية لمدينتهم أو بلدتهم. هنا يقولوا المواطنين الصالحين ينشطون في مجتمعهم، يشاركون في الحياة الاجتماعية لمدينتهم أو بلدتهم، ويبحثون عن طرق لجعل مجتمعاتهم مكان أفضل للعيش. أي إذا رأوا مشكلة في مجتمعهم فإنهم يبحثون عن طرق حلها. مهم
انت اي مهنة اختاريتي خد الاهداف من هاد التسطيرات اللي عطيتك. صافي يلا إذا كان الإسلام قد حث على العمل ودعا إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الأسئلة بزاف بزاف على بعض النصوص ثم كتال قد زكى تلك الدعوة بتقديم المثال والنموذج من خلال ممارسته صلى الله عليه وسلم لرعي الغنم ثم التجارة. هذه بعض الأقوال المرتبطة بالعمل، شرحها ووضح معناها. قال الله تعالى في سورة التوبة: وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إذن الشرح ديال هاد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل أيها الرسول لهؤلاء التائبين وغيرهم، قل لهم اعملوا ما تشاءون من الأعمال، ما تشاءون عشان فوق الواو الهمزة فوق الواو أعمالي، فإن الله مطلع عليها وسيطلع رسوله والمؤمنون عليها كذلك. يبين الحديث أن الغش صفة منافية للأخلاق الإسلامية، فهو خداع يجلب للمجتمع الويلات والبغضاء والمشاحنات بين أفراده. فالإسلام حث على الأمانة التي تعد من محاسن الأخلاق، وبتأديتها في الأمور المادية والتجارية باختلاف أنواعها وأشكالها سيستقر المجتمع وتحصل التعاملات بين الناس دون منازعات أو بغضاء. نعم، إذا نشوفوا اش درنا من بعد، واش كملنا ولا. إذا هذا يبحث في نصوص. إذا انا رجعت هنا باش تكتبوا هذا ثم ندوزوا هنا. واحد، ابحث عن نصوص ثم جدوا العمل. لقد رغب القرآن وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم على العمل والكسب، وجاءت الآيات في ذلك واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ترغب في العمل الشريف والمكاسب الطيبة. وجاء الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مرغبة في العمل داعية إليه بأمص عبارات وأجل بيان وأجلى بيان وأوضح بيان. فقد جاء في القرآن الكريم في سورة الملك، فإذا ماشي في سورة الملك، لأنكم كانت سورة الملك، هذه ماشي سورة الملك، سورة الجمعة عفوا، الملك راه هذه. إذا الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا كان هذا بعض الإجابات لمساعدتكم يعني لإنجاز هذه الواجبات. وبطبيعة الحال تزيد تجتهد أنت، ما تكتفي، ما ديرش بحال السادس فقط نقول كل شيء. دابا أصبحت يعني تلميذ أكثر وعيا، أكثر علما، أكثر بحثا، باش تطور راسك وسط الأصدقاء ديالك والزملاء ديالك. هذا غير باش كنوجهكم ونساعدكم. وبقات لكم صلوا على رسول الله، وما تنساوش تابوني، وابوني ابوني ابوني, أبوني.